محافظة اللاذقية تكرم عددا من أسر الشهداء والجرحى من الجيش العربي السوري وعددا من الجنود الروس الذين رووا بدمائهم تراب سوريا. بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري وعيد البحرية الروسية، كرمت محافظة اللاذقية 40 أسرة شهيد و40 جريحا من بواسل الجيش العربي السوري وعدد من الجنود الروس الذين رووا بدمائهم تراب سوريا. أنا والدت الشهيدين سليمان علي شحادة وزين العابدين شحادة وجريح ماهر شحادة وأخت لثلاث شهداء. أنا بمناسبة عيد الجيش بقول إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، وعلى قائد هذه التكريم السيد رئيس بشار الأسد، وبشكر كل من دول الصديقة ساعدتها الشعب السوري، وبشكر كل إنسان وفي بعايد الجيش العربي السوري. إن شاء الله كل عام هو بألف خير يا رب، والله يحمي الوطن وقائد الوطن ويرحم جميع الشهداء. كل عام وانتو بخير والوطن بخير إن شاء الله وسيادة الرئيس بخير، الله يرحم كل الشهداء ويتم إن شاء الله بخير والحمد لله انتصرت سوريا. المحافظ إبراهيم خضر السالم نوه خلال حفل التكريم بتضحية بواسل الجيش، وأشار إلى أن التعاون بين الجيش العربي السوري والروسي كان له الدور الأساس في القضاء على الإرهاب. تاريخ عظيم ومصير مشترك يجمع بين دولتين عظيمتين روسيا وسوريا، ووفاء من الطرفين شعبا وجيشا وقائدا، القائد العظيم فلاديمير بوتين والقائد المفدى السيد الرئيس بشار الأسد. واليوم بمناسبة عيد الجيش العربي السوري وعيد البحرية الروسية، تكرمنا في هذه القاعة بالسلام على ذوي الشهداء في الجيشين العربي السوري والروسي الذين ارتقوا شهداء على أرض سوريا، وأيضا الجرحى من العسكريين الروس والجيش السوري. وهذا شرف عظيم لنا، ومن هنا نحيي الجيش العربي السوري والجيش الروسي الذي يصنع الانتصارات ويدحر الإرهاب. بمناسبة غالية عيد الجيش العربي السوري والبحرية الروسية، أن تتشابك القوى الخيرة في هذا العالم لتنتج مصرا على أرض طيبة طاهرة اسمها سوريا. هذا ما نحتفل به في هذا اليوم مع ذوي شهدائنا الأبرار وجرحانا الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل. هذه سوريا الحضارة، سوريا الثقافة، سوريا المحبة، سوريا الإنسانية، سوريا الإيمان، سوريا تلاحم الكنائس والمساجد، القلوسوات والعمائم، لتبقى صامدة منيعة مقاومة مع جيشها وشعبها ومع قائدها الرمز الرفيق الأمين القطري للحزب السيد رئيس الدكتور بشار الأسد حماه الله. ممثل قائد القوات الروسية في سوريا أوضح أن لسوريا منذ 4500 عام دورا حضاريا مهما، وقدمت منذ ذلك الحين أبطالا عظاما بذلوا أرواحهم في الدفاع عن ترابها. القوات الروسية оказывают не только военную помощь. يقدمون ليس فقط الدعم العسكري международного терроризма здесь на территории Сирии. Но и активно мы откликнулись на участие в данном сегодняшнем мероприятии. ونحن نقدم المساعدة الإنسانية ونقدم المساعدة اليوم في هذه знаковое мероприятие, которое сегодня проведено. وهذا свидетельствует о том, что руководство, правительство
Сирийской Республики никогда не забывает тех, которые погиб, кто ценой своей здоровья защищает свою страну. Российское командование также поддерживает эти инициативы и готовы впредь участвовать в таких мероприятиях. القيادة الروسية أيضا جاهزة للمساعدة والمشاركة في مثل هذه الفعاليات بشكل دائم. أنا مغترب مدينة شيكاغو من 28 سنة، إنما وجودنا بشيكاغو لم ينسينا الأم سوريا، أمنا الثانية وأم كل إنسان على وجه هذه الأرض. نحن كمغتربين منذ بداية الأحداث كان هدفنا إيصال حقيقة ما يجري إلى الشعب الأمريكي على أنه إرهاب مدعوما خارجيا وليس مطالب إصلاحية. الإعلام بأمريكا مسيس ضد الدولة الوطنية السورية وإخوتنا الروس وكل من يقف معنا. ما نقوم به بأمريكا لا يثنينا عن دور آخر في سوريا، وهو القيام بشيء بسيط مقابل ما قدمه شهداء هذا البلد العظيم. هذا التكريم دليل على متانة العلاقات بين سوريا وروسيا في مختلف المجالات. فعالية شبابية في الحسكة تضمنت فعاليات وطنية وتقديم التهنئة لرجال الجيش بمناسبة عيدهم. بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري، أقام فرع اتحاد شبيبة الثورة في الحسكة فعالية تحت عنوان الكرامة، تضمنت عرضا لعدة لوحات فنية تخلد معركة ميسلون وبطولات الجيش في حرب تشرين التحريرية والانتصارات التي يحققها جيشنا اليوم ضد الإرهاب. هذا الجيش العظيم الذي يقدم خيرة شبابه من الشهداء والجرحى إلى الوطن، وأبو إلا أن يطردوا الغزاة من أصقاع العالم من كل شبر من هذه الأرض، ونرى أبناء المحافظات في كل محافظة يقاتلون. ها هم أبناء المحافظات، ها هم أبناء اللاذقية، ها هم أبناء حمص، ها هم أبناء حماة ودير الزور يقاتلون في هذا المكان. يوم النصر قريب. أن هذا الجيش العظيم يستحق منا كل التكريم، ويستحق منا أن نرفع القبعات، لأنه هو حامل الأرض والعرض، هو حامل الوطن. وهذا الجيش اليوم يحتفل به رفاقنا في شبيبة الثورة بهذا العيد العظيم، لأنهم يحتفلون برفاق الدرب. عيد الجيش العربي السوري الذي أمضى 7 عقود من تاريخه قدم فيها أبهى صفحات العزة والكرامة والوطنية، الآن يقطف انتصارات هذه 7 عقود، الآن ينتصر على الإرهاب، يحارب الإرهاب عن العالم أجمعين، والنصر آت بقيادة السيد الرئيس. النصر والعيد الكبير في سوريا سوف يكون قريبا جدا. نحن نعاهد الجيش العربي السوري وقائده السيد الرئيس بشار الأسد أن نبقى على العهد دائما جنبا إلى جنب في كافة الخطوط الأمامية في المعارك التي يخوضها ضد المجموعات الإرهابية المسلحة التي عاثت فسادا وعاثت دمارا لسوريا الحبيبة، سوريا الوطن التي ستنتصر به. نحن اليوم قدمنا عرض غنائي من أجل الجيش العربي السوري، الله يوفق الجيش، ونحن لولا هذا الجيش السوري كان ما قدمنا هذا العرض. عنيت بالكراميلة الرجوع إلى الماضي البسيط الحلو الدافئ، وربما عنيت بالكراميلة الريف تحديدا، وربما أخذت حلاوة الزبيب نموذجا، وبكلمة صباح الخير النابعة من جمار القلب، جمار القلب تماما، وربما عنيت بالكراميلة خسرة الأهل التي تجمع حليب العائلة ولا تجعلهم بين قوسين يتفرقطون. بدنا نوقف مع سوريا، مع الجيش العربي السوري جنب إلى جنب بكل الصعوبات، بكل المراحل الصعبة تبعه، لأنه نحن إذا ما نحن حافظنا على بلدنا مين بده يحافظ عليها. وفد فرع اتحاد الشبيبة زار عددا من النقاط العسكرية للجيش العربي السوري العاملة في مدينة الحسكة، وقدم التهنئة للعناصر المتواجدين فيها، والذين أكدوا بدورهم أنهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن تراب الوطن من كل معتد، والتضحية بأرواحهم فداء لتراب سوريا الغالية. وفي حمص معرض تصويري يوثق بطولات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب. وقفات مشرفة على مر التاريخ أعطى فيها الجيش العربي السوري دروساً في البطولة والشجاعة، واحتفالاً بمناسبة الذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري، أقام مكتب الثقافة والإعلام المركزي
في الاتحاد الوطني لطلبة سوريا معرضا تصويريا توثيقيا، وذلك في صالة المعارض بكلية الهندسة المدنية بجامعة البعث. المعرض يأتي طبعا متزامنا حقيقة مع احتفالات شعبنا بعيد الجيش العربي السوري، والحقيقة هذا العيد هو عيد الوطن وعيد الكرامة وعيد الانتصار إن شاء الله. الاتحاد الوطني طلبة سوريا بطبعا رعاية رفيقنا دكتور عمار سعاتي عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الشباب أقاموا هذا المعرض، ونحن شرفنا هذا المعرض أن يكون في جامعة البعث بهذا الافتتاح الرائع بوجود طلبتنا، حتى يعني يتبين لطلبتنا وأبنائنا وبناتنا كيف يدافع رجال الله في الميدان، كيف يدافع الأبطال في الجيش العربي السوري عن هذا الوطن بكل شموخ وكل كبرياء وكل اعتزاز. هذا الاحتفال وهذا المعرض مناسبة ذكرى عيد الجيش 72، ووثق هذا المعرض انتصارات الجيش العربي السوري وزيارات السيد الرئيس للمواقع والأماكن الساخنة اللي كانت على الحواجز وأماكن القتال، وكانت في عنا صور توثيقية كمان في عنا إياها من 72 سنة تقريبا أو بداية تأسيس الجيش العربي السوري ل 2017. المعرض أنه ربط الماضي بالحاضر، أنه شاف فرجانا الانتصارات للجيش العربي السوري قبل هالحرب، هذه حرب تشرين يعني، ووقت اللي تأسس الجيش كمان يعني كيف كان من بدايته كانت الانتصارات موجودة لحد الآن، يعني بالوقت الحاضر الانتصارات موجودة الحمد لله. فكرة المعرض حلوة كتير لأنه هي جمع ما بين الماضي والحاضر، يعني لما نشوف صور لأبطالنا وجيشنا بالوقت الحاضر ونشوف جنبها صور لمقاتلين حرب 73 حرب تشرين التحريري. ضم المعرض نحو 300 صورة فوتوغرافية ووثيقة توثق تاريخ وإنجازات الجيش العربي السوري وتضحياته في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن على مر السنين منذ تأسيسه رابطا بين الماضي والحاضر. معارك شرف وعزة خاضها الجيش العربي السوري وأثبت خلالها أنه القادر على محاربة الإرهاب بزنوده وبقبضته على الزناد التي لا تعرف الهزيمة، وشعارها وطن شرف إخلاص. محافظة طرطوس تحتضن فعاليات مهرجان باب الشمس الثالث الذي يستمر 5 أيام. تحت رعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام وغرفة تجارة وصناعة طرطوس، انطلقت فعاليات مهرجان باب الشمس الثالث في محافظة طرطوس تحت عنوان سوريا باب الشمس، والذي تقيمه مؤسسة أكويتي للعلاقات العامة وتنظيم المهرجانات، وذلك في ساحة المهرجانات على الكورنيش البحري في المدينة بحضور فعالية رسمية وأهلية. حبينا نقول هاي رسالة إنه نحن نملك جدارة الحياة، نحن سوريين رغم كل الحرب اللي علينا، نحن نملك جدارة الحياة ونحن أهل لهاي الحياة. نحن الحقيقة بنستغل هذه الفرصة لنوجه تحياتنا إلى بطولات الجيش العربي السوري المدام الذي حرر الجزء الكبير من سوريا، والنصر قادم بإذن الله. سوريين نمتلك حضارة من 7000 سنة، وهذه المهرجانات اللي نقيمها بشكل مستمر ودائم هي تعبير حقيقي عن ما بداخلنا من حضارة. وصل لي بقت مدينة الأمان والمحبة، وهو أيضا ضمن الخطة الترويجية اللي بتتم بالتنسيق بين وزارة السياحة ومديرية سياحة طرطوس للترويج للأماكن السياحية، وأولها طبعا الكورنيش البحري بطرطوس إضافة للمناطق السياحية والطبيعية. الشعب السوري شعب حي، شعب منتمي لهذا البلد، وبالتالي هذا الانتماء لا يمكن أن ينتهي بإرهاب ولا بحفنة من المشاكل اللي ممكن تصير. بدأ الاحتفال بعزف لفرقة كشاف الكنيسة وإلقاء عدة كلمات تحدثت عن تاريخ سوريا وعراقتها عبر التاريخ، بالإضافة لعرض راقص لفرقة جولنار. ويتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية متنوعة وحفلات فنية ونشاطات رياضية على مدى 5 أيام. ما في أحلى من طرطوس، طرطوس جنة الأرض. روعة، والله يرجع بلدنا إن شاء الله آمن سالم. المهرجان ومن خلال فعالياته يحمل رسالة إلى العالم أن سوريا أم الحضارات كانت وستبقى عنوان الأصالة والثقافة، ومستمرة بالعطاء بفضل زنود بواسلها رجال الجيش العربي السوري. موضوع المشروع الوطني للإصلاح الإداري في سوريا محور نقاش ملتقى البعث للحوار في اللاذقية. المشروع الوطني للإصلاح الإداري في سوريا مقترحات وحلول،
تحت هذا العنوان كان ملتقى البعث للحوار الذي أقامه فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة تشرين باللاذقية. أوصى المشاركون بتفعيل دور الرقابة على أعمال الإدارة وتعديل بعض القواعد القانونية التي لها علاقة مباشرة بالإصلاح الإداري والاستفادة من المحتوى المعلوماتي والكفاءات المتميزة لبناء قاعدة بيانات خاصة بالشواغر وأخرى خاصة بالموارد البشرية واستثمار الإنجاز المعلوماتي من خلال استخدام البرمجيات وصولا إلى مشروع الحكومة الإلكترونية الذي توقف بسبب الحرب على سوريا. ولفت أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة تشرين الدكتور لؤي صيوح إلى أن سلوك المسؤول وممارساته معيارها الوحيد قبول الشعب له ورضاه عنه، لأنه وجد ليخدمه ويلبي حاجته. كانت توجيهات السيد الرئيس للحكومة بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الإداري، فأن انعقاد هذا الملتقى في هذه الأثناء هو بناء على توجهات القيادة القطرية، بناء على توجيهات كريمة من السيد الرئيس دكتور بشار الأسد. المشاركون أكدوا أن الأداء الناجح والمثمر بواجبات الحكومة يحتاج إلى الكثير من الجهود بين جميع مكونات المجتمع للوصول إلى النصر الحقيقي والتلاحم بين الشعب والدولة.